الهاشم السيسي تعالى والشكر للسيسي والقوات المسلحة كلها كلها يا رب أبدا يا رب والمخابرات المصرية وكل الدنيا بحالها ما نتحرمش منهم أبدا وزير الدفاع وكل وزير الخارجيه وكل من ساعدنا اللي هو جاب جزء بالسلامه الحمد لله وليهم التلفزيونات كلها الف الف شكرا لهم كلهم تحيا مصر الحمد لله وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر الجيش والشعب ايد واحده هنرفع معنا الصوره ليه واحده يا عم اسف سلم عليا يا عم يا سلام يا سلام هو يا عم سلم على الحسين المخابرات الحربيه في ليبيا هي اللي طلعتنا المخابرات الحربية في ليبيا اللي طلعتنا وهي اللي جرت علينا وهي اللي ما دفعتش الفلوس وهي اللي مسكت كل حاجة تحت ايديها. حسبي الله حسبي الله الحمد لله والشكر لله والفضل يرجع لسيادة الرئيس ربنا يبارك لنا فيه والقوات المسلحة والجيش والشعب بإيد واحدة.